عشان تسمينا اصلا ما يدخل عليك. لا عشان تكوني انثى النظره اللي يا سيارة بني جن من دال. اليوم جاتلكم فيديو جديد, والفيديو رح يكون تحدي بيني وبين نارين. هو تحدي لي انه خلي نارين تختار لي لبس على ذوقها. طبعا الخيار كان صعب بالنسبة لي لانه ذوقي مختلف عن نارين, يعني نارين ذوقها ما يعجبني نهائيا, ما احب ذوقها مرة, ضد ذوقها حق الرياضات ما اعرف ايش, وهذا الجو الكول هي تحسب انه جو كول, بس بالنسبة لي لا. اذا حابين تشوف كيف طلع النتيجة او كيف اختارت لي اللبس, لا تنسوا تكملوا الفيديو, وكمان لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الاشعار عشان يوصلكم كل جديد, وكمان تروحوا على الروابط نارين تازم القناة العائلة, تروحوا عليهم وتتابعوهم, وكمان لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام لان ننزل فيها كل شيء جديد وحاجات كثيرة. وعيب انه انا حاليا معايا باليوتيوب 150 او 150, لا الحين بيصير 160 الف, ولسه عندي في الانستغرام بس 28 الف مشترك متابع, فهذا الشيء عيب. توقفوا الفيديو وتروحوا تتابعوني على الانستغرام. شكرا على دعمكم وحبكم مره. يلا نبدا الفيديو. احلى شيء في كوريا انه شجر الفواكه في كل مكان, هناك عقوبك اللي هو يقطين, وهنا الكم اللي هو خوخ تقدر تقطفه حتى لو حق الناس عادي, يعني ما في مشاكل. هناك يا جين بالله احنا لسه يعني ربيع خريف, وهي مشتية كذا, الناس قاعدين يطالعوا لها. خرجت لهم كذا زل جني بشكل الغريب ده. هنا الحديقة اللي لقيت فيها الثعبان. هذا الحديقة بتعتبر حديقة عامة. مش الثعبان ودخل من هنا, كنت أبغى أمسكه وأجرب الشعور. Oh my god, I look so beautiful because of the الشمس. شكل الشمس مرة حلو. والحين هذا هو السوق, يعني الأكلات السريعة في كوريا. هتاكل المتوحشة أربع حبات وحدها, تخيلي. أنا قلت هتاكلي أربع, أصلا أنا اللي رفضت يا ذكاوة. الحين بعد ما نخلص ناكل كذا لازم نرجع لصاحب المطعم نفسه. نشوف الملابس اللي تختار لي نارين, مو متحمسة, ونشوف كيف ذوقها. يلا قولي لي, اختاري لي الشغلة اللي انت تبغيها. مستعدة؟ بس شيء ما تكون غالية. مستعدة؟ انت اللي حتدفعي صح؟ يعني أسوأ شيء إنك تدفع على حاجة ما اخترتها. قلنا الرقص, قلنا شراء الأشياء ما ترقصي لنا. No way, مستحيل بالله. أكيد أنت تعبت. يلا نشوف. أنا راح ألبس على ستايل ناري ترى. أولاد فلو سمحتي, لو سمحتي. تعرفين اني ما احب التنانير القصيره, ما احب التنانير من الاصل. لا انتي اختاري لي وانا اشوف ايش هي. واو حلو هذا الترند. لا دام حبيته خلاص. انا اكره هذا الطقم, انا حبيت الطقم خلاص. هني انا عارفه انك ما تحبينه يا جماعه. سبب الفساتين بالله. لا. انا قصيره, لا اقرب لعلها جرده خلاص. لا عجبني انا بصراحه. مزاجي هو حلو, هو مش حلو جدا. بس انت سمينه اصلا ما يدخل عليك. طب لك ايه, ذكرتيني لازم انحف له. انا ابغى البسه نارين. بس هبال يلا اختاري قسم ذي وخليني البس. هذا عشان تكوني انثى النظره اللي هو حلو والله شكله مو هين. Chapeau, valorisant.
بختار لنا اللبس الحقيقي الحقيقي بختار والله. إيه بصراحة أنا عجبني ده البنطلون مرة شكله حلو. أوكي طبعا خلينا أحسها إن نروح حلوة خلونا كمان برتقالي على هذا اللون أكيد ما تناسب مطرف عاملة برتقالة ليمونة. واو ممكن والله ممكن تعرف ليش؟ ممكن ليش؟ عشان اللون الأخضر حتى البطل معك تحمست نارين ونارين لما تتحمس تعمل مصايب لا على ذا والله شكله حلو ليش؟ لأنه في أزرق ونفس اللون فبختار لك هذا اللبس لأول مرة البسه في سبور يلا حنشتري؟ اللي تبغى تشتري كمان؟ أشتري لنفسي صراحة عجبتني أنا صراحة أحب الأشياء اللي زي كذا مرة جدا شكلها ندمت هي حبت إنها تشتري لنفسها يلا ممكن نقتل؟ اليوم خلاص احنا قلنا اليوم شيء جديد اشتري لنفسي واحد ولا خليها غير ستايلي اصلا انت وصلوا هذا الفيديو 20,000 لايك عشان تغير ستايلي انا ستايلك على طول من هذا الشيء ويا جماعه تحبوا تقولي ان سبورت كل الملابس انا ملابس اغلبها سبورت فانا احب الاناقه شويه ايه فهي حتغير لي ستايلي لو وصلتوا لنا هذا الفيديو 20,000 لايك وصلوها ولا تنسوا وراح اسمح لها تفضلوا مني اني هتغير لي ستايلي اوكي كنت أحسب إنه 1 بلس 1 طلع 2 بلس 1 فلذلك باخذها معايا ياه كانت زعلانة خذيها عادي اصبري شوية لما أنا أختار لك اللبس المشكلة هذا مو ستايلي أوكي طيب إيش دخلني أنا لازم أختار لك أهم شيء تشتري لي شرابة أنا شرابات يعني عرض خاص ولا إيش؟ يلا توضيع للملابس وأخيرا خلصنا شوبينج أسرع شوبينج في التاريخ البصرية ونارين كانت يعني تشرح لكم بالتفاصيل يعني على الشكل واللبس وزي كذا والحين إيش وقت؟ لا وقت ايش؟ وقت بعد بعد الشوبينج لازم جوشي اساسي اساسي لما نخرج هذا المكان او نتمشى في هذا المكان لازم نشتري جوشي مشروبنا المفضل مشروب الفواكه المفضل نارين باللبس لبسها رياضي حق الرياضة وزي كذا فأنا أحس إنه ممكن ألبسه في هذه الفترة بالذات إنه حاليا أنا سايرة أهتم بهذه الملابس اللي هي أخرج فيها رياضية وكذا فإذا حابين إنه أغير ستايل نارين بس هي ستايل غير مختلف عن نارين كل الاختلاف ونارين مرة بتحب ستايلي في اللبس فإذا أنتوا حابين إنه أنا أغيره لا تنسوا توصلوا هذا الفيديو 10,000 لايك عشان اغير لها ووريها الانتقام طبعا انا ما حبيت الستايل قد مره الى حد ما بس هذا فن لا مو فن اذا حبيت لي تحت في الكومنتات لو ستايل لا هذا احلى انا من جد اموت او ويت وريتكم بالجزمه دي لا هلبسها جزمتي عشان تشوفون انه الستايل بيرفكتو لا والله الستايل حلو والله بس هي ما تفهم ولو بيرفكتو وطلعت لغه ما ادري من فين برفكتو لا والله في يوتيوبر غنى اغنية وقال بدل برفكتو قال برفكتو الاغنية اوكي المهم اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة ولا تنسوا تفعلوا زر الاشعار عشان يوصلكم انا موجودة تحت في صندوق الوصف كمان انستغرام يا جيم انستغرام موجود كمان في تحت في صندوق الوصف روح اعملوا لنا فولو عشان انا باقي لي شوية اوصل 30,000 لو سمحتوا وصلوا بسرعة خلاص فهمنا المهم بحط لكم القناة والروابط كله في صندوق الوصف
ولا تنسوا تدعموا القناة لأني أنا حاليا في عندي رابط لقناة دعم القناة، روحوا دعموه. وكمان أحبكم مرة، ولا تنسوا تدعمونا بالكومنتات. وإذا حبيتوا ستايل نارين قولوا لي، وإذا حبيت إنه أنا أغير ستايل نارين على شكلي يعني على ذوقي تكتبوا بالكومنت. وكمان إنه حبيت الستايل لأنه رخيص لحد ما تخيلوا بعشرة بمنون ملون يعني $10 اشترينا 3 قطع بوريكم كمان. انا حاخذ الازرق ومن حظها استفادت كمان بقطع، تخيلوا 3 قطع بس. اذا حبيتوا اللبس وحبيتوا الستايل حقول لكم شيء معلومه على فكره، هي حتخلص الفيديو كذا والملابس حتنسرق صراحه، شكلها رائع صراحه ذوقي جدا. انقلعي يلا، المهم انا ادفع وانت تقوم تسرقي.